Uhayyikum tahiyatan islamiyatan Tahiyatan yukramu biha ahlul jannah Tahiyatan tudakhilul kuluba sururan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa tamjidan lillah Alladhi qad a'tana himmatan aliyah لتعلم دينه أصولية وفروعيا حتى نستطيع ان نفرق بين الحقية والباطليه ولو حاول الغربيون والمستشرقون في القاء الشبهيه صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك الذين اتبعوك وازروك واتبعوا النور الذي انزل معك Ulaika alladina hadahumullah wa ulaikahum ulul albab amma ba'du Ashabul fadilah hay'atut tahkim fi hadhil musabaqatil adimah Ashabul fadilah ayyuhal asatidah al-qurama wa ya ayyuhal ikhwanul akhiba fi hadhil munasabatil badi'ah aku muamamakum jami'an ana bismi putri najwadiana manzil Ana milal madrasatil alia al ibrahimi manyar gerse Ismahuli an uqad dimalakum khutbatan arabiyatan qasiratan tahtas unwan Khuturatul mukhaddiras listimrari hayati syahbi daulah Faya ikhwatal islam Inna ni'amallahi alaina kasirah Wa min a'zami hadin ni'mat ni'matul aqli Wa bil aqli mayyazallahu azza wa jalal insan Wa karramahu ala sa'iri khalqih كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ففي هذه الآية الكريمة يخبرنا الله تعالى أن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلق لهم على أحسن الهيئة وأكملها كقوله تعالى Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim fa qa'iman muntasiban ala rijlaihi wa yaqulu bi yadayhi wa hayru min hayawanati yamshi ala arba wa yaqulu bi lahu sam'an wa basaran wa fu'adan yafuku bidhalika kullihi Wayantafi'u yantafi'u bi wa bainal asya'i wa ya'rafu ma wa khawasaha wa fil umuri diniyati ولقد أمرنا الله تعالى بِشُكْرِي على هذه النعم ومن تمام شكره له المحافظة على ما أنعم الله بي عليه حقا ما وقع أحد في شباك المخدرات إلا دمرته ولا تعاطى أحد إلا أفسدته بأنواع الفساد ولا انتشرت في مجتمع إلا أخذت بالشر كله ووقع في أنواع من البلاء وحدثت في كبار الذنوب Wa waqa'at fiya, ma fa si don yu'ak ila cal akola iwal musalihuna. Kola nabiyu salallah wa aliwa salam, ictanibu al khomro fa inna umul khabaif. Waruyal hat hakim annan nabiya salallah wa aliwa salam, kola ictanibu al khomro fa inna miftahu kulli sharim. Wa kola hadi sun sakiko an abi nargarag yong lawu anu kola. أوصاني خليلي ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. حقا والمخدرات أعظم ضررا من الخمر فهي محرمة أشد التحريم. وأضرار المخدرات ومفاسدها كريمة منه ما عرفه الناس ومنه ما لم يُعرف بعد. والمخدرات بجميع أنواعها حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. سواء كانت نباتا أو حبوبا أو مطعوما أو مشروبا أو استشاقا أو إبرا فالمخدرات بجميع أحوالها شددت الشريعة في الزجر أن وتحريمها لما فيها من الأضرار وتدمير ولما فيها من الشر ولما تسبب لمتعاتها من تحوله إلى إنسان شرير يتوقع الإساد والجريمة من خير وقد ندى الأقلاء العالم بإنقاذ المجتمعات من ويلات المخدرات لما شاهدوا من الكمارث وضرر المخدرات على متعاتها ولا على المجتمع ضررها كثير لا ينصر إلا بكلفة فمن أدرارها على متعاتها ذهب عقلي والأقل هو ميزة الإنسان عن البهائم ومن ذهب عقله أقدم على الجرائم وتخلى عن الفضائل ومن أضرارها تبدل طبائع الإنسان ومسغه إلى شيطان من الشياطين وتخليه عن صفات الصالحين من أجل هذا وجب على جميع أفراد المجتمع التصدى لهذا المرض العفن وقلعه من جذوره والرجوع إلى تعاليم ديننا الحنيف وإلى أخلاق سلفنا الصالح من كرم وشجاعة وصدق لكي نعود كما كنا أمة سباقة إلى كل ما هو مفيد

wa fi aqdamikum khayatah thumma alaikum wa rahmatullahi